لكي تنعم بصيام آمن وشهر روحاني فضيل، تابع مع الفريق العلاجي بصفة مستمرة واتبع الإرشادات الموجهة إليك لمعالجة مرض السكر أثناء فترة الصيام. من أجل صيام آمن يجب اتباع نظام غذائي معتدل صحي معتدل يحتوي على جميع المواد الغذائية بالإضافة إلى شرب الماء بكمية كافية. The holy month of Ramadan is here. For people who have diabetes and want to fast during this month need to check with their doctors to make sure that they are fasting in a healthy way and enjoy the blessings of Ramadan.